اي حاجه بغيتي مرحبا بك، خودي اللي بغيتي اجي تقدر مرحبا بك. راه خلصني خلصني فيهم. لا فيهم خذ اخويا رزقك خلاص. ما رجعش لك الفلوس، ما رجعش لك الفلوس. بياسه 10 دراهم اللي خدا جوج بياسات 360 دابا. ما نوض اربعه وزي لي الكال ديالي وشي مستا ولا ما. حبايبي اخواني الكرام، اش اخباركم؟ صحه ديالكم مزيان؟ نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. ملي كتشوفوني بوحدي الا وشنو الا واش انتقام من سفيان. انا ما نتسناش يدير لي شي حاجه، لانه اخر فيديو اللي درت ليه بكل صراحه ما قنعنيش بزاف، دغيا صبغ شعرو عاوتاني وشي باس ما كاين، واخا تعاد فيتو ما علينا. انا فكرت بواحد الفكره اللي خطيره بكل صراحه مع لي فان ديالنا هما اللي قالوا انا، ولكن مني عجبتني ديال بصح قلت والله حتى نديرها. كيف كتشوفوا في هاد لا فوتو شنو كاين؟ كاين الماريو ديال سفيان خاوي هنايا، ولهذا بغيت نقول لكم الحوايج ديال سفيان. اجي خاتي نعيمه دور دور معايا وبعد ليا باش يشوفوا شنو كاين. حوايج سفيان كلهم هنايا درتهم، ودرت عود ديال الشطابه شنو فيه الريكرام كلشي ب 10 ديال الدراهم. وسمحوا لي شوف فيا شوف فيا بخي فيكس الله يخليكم. حبيبي الزوينين شديت هاد ليزار الكبير هنايا، غادي نحاول نحط فيه الحوايج ديالو اللي كيشريهم غاليين، وغادي نفرشهم قدام باب المدرسه اللي كاينه لتحت، ونخليه وقت ما جا غادي يشوفني كنبيع ونشري، وغادي يشوف هنايا كاين ريكلام ب 10 دراهم، ونشوفوا رده الفعل ديالو. اكيد غيشوف التصاور كيصور، لان ولينا تندير غير داكشي ديريكت دب راسو. نتفق مع واحد ثلاثه ولا اربعه الناس لتحت، وغادي نعطي كل واحد فيهم 10 دراهم، واللي غادي يجي يهز اغلى بياسه ويعطيني 10 دراهم، وغادي يمشي ويشوف حوايجو كيتباعوا ب 10 دراهم، ونشوف رده الفعل ديالو. خليكم معايا اخوتي، ليتس جو. السلام عليكم. انا لا لاباس عليك. شو ستديرو هنايا؟ كلشي بروموسيون 10 دراهم، حوايج ناضين ديال داكشي الخاطر. اي حاجه بغيتي مرحبا بك، خودي اللي بغيتي، وكاع الا بغيتي نشطر معاك المهم راه بخي فيكس، راه كتقرايا ما عندي ما نشطر، الله يرحم لك الوالدين. مزيان مزيان حبايبي الزوينين، بالمعاونه ديال بنت خالتي حاولنا نفرشوا هادشي ونطويوه ونحطوه مصوب، والورقه هنايا، وغادي ندبر على اربعه الناس غنتفق معاهم باش يعطيوني كل واحد فيهم 10 دراهم. بالحق نقول لهم تيبالكم تيبالك هنايا الطوموبيل سفيان عاد اجيو، خليكم معنا وغادي نشوف رده الفعل ديال سفيان كيفاش غادي تكون. انا بعدا راه ميته بالضحك، ومن طوم حشمانه من الناس تيتفرجوا فينا الجيراننا كلشي كيشوف فيا، ومع ذلك بغيت نشوف رده الفعل ديالو كيفاش غادي تكون. يلا خليكم معايا ليتس جو. كيداير بنات؟ شوف اي فوا يبان لك سفيان تاعها، حاول تبدا شحال كتصور؟ كاين صحابك سيري هو جاي جاي، شوف شوف حاولوا كاملين 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 المايمه ديالكم. خوله سيري من الله سيري من الله، جيو بحال كتقلبوا هنايا بحال ما كنعرفكمش. قولوا هذا كتقطعوا هذا الطبيب شو واش ما كتشوفيش كتشوفيش هنا 10 دراهم عادي تجي معاك عادي شوف شوف تجي معاك نادي الحمد لله اجي تقدم مرحبا بك ضروري جيب جيب عادي شوف شوف جيب عادي ادم جيب قدام عادي عادي جيب جيب راه خلصني خلصني فيهم. لا خلصني فيهم خذ اخويا رزقك خلصني فيهم. احسن بك تزيد لي شويه لي شويه حبيبي احسن سفيان 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 سفي
وما كاينش والو والو حتى جيت بغيت نشري شي حاجه ولا كيبيع السوايع كلشي كيضل وكلشي كيعرفنا بلا شو وانا مالي في بلاد ما يصلح حتى شي حاجه خويا صافي نو هايله شريتي اسيري نو هايله وتخسرش مع بلاد ما ولات ترجع ما رجعش ليك الفلوس ما رجعش ليك الفلوس كاين اللي كيشوفك انا خدعتي ليا ورقه كل شويه الناس كاين اللي كيشوفوا شنو قلتي لي الله يحفظك في امك الحق الله يحفظك الحق بياسة 10 دراهم اللي خدا جوج بياسات 360 شتا كيلو كي جايبها الحمار نعم الله يوعد ما رجعش ليك فلوسك منك ليها خويا انايا ما نكونش ليك انا شحال اجا خويا يدي قاباني الزوج حتى خلينا نتسلسقوا الله صاحبي حيدين على الله يوعدك الكلبه هي بلا شو بلا شو شويه ما تعصبنيش حنايا في السنقه والناس كيعرفونا واش كتبيع لي شي حاجه الله يسهلها انا غنعطيه من 50 درهم غير حط لي حوايجي عطى السيد ديالو تحشمني معاه ما تحشمني معاه سوفيا ما رجعش لي فلوس ورجعهم لي حتى هي رجعهم لي حتى هي قلت لنا شو الله يعطيك العاده الله يعطيك العمه ديال الناس في الطيب الله يحفظك واش شوفي ما تحوايجش هذا والله تحويش اقسم بالله هذا هذا الطاغري طاغري وخلاني نرزق الله ترجع لي داكشي اللي كاين عليك الله وعليك نشوف هاي نوع ديال الشيء لا ما رجعش لك فلوسك قسما بالله حشمرك غادي نطلع غيفرشخني انا عارفه راسي حطيتو قدام امام الواقع اي فوا نطلع قفرته يلا نطلع ونشوف ردة الفعل بابا كعاني والله تكعاني علاش علاش بابا تلتحت نسرزق الله ايوا حوايج ديالو اصلا ما بقاو ما يدير بهم واش قال لك المكسب الناس عريان واش جابك انا لا جابها لي حوايجي كاملين غادي تبيعهم اويلي فايزه فايزه شو انا مع ولاد الدرب دار لي جوج بياسات قلت لهم بياسه 10 درهم جوج بياسات 360 شوف فايزه الله يعطيني كسيده بلا ما نوضها معاك ما تحطش لي حوايجي بحال هكاك في الدايب وكلشي بدا يجي وزي لي الكال ديالي وش مستا ولا مالك واش هادي تسطات واش تشاب مابقاش مقالي ولا الزبيله شطيتي والله حتى ما يضا قسما بالله هكا تبغي ويجي لي مع الدربه ماما باقي كتقولي تحشمني واش من نيتك انت كل بشويه وبخي فيك زرت لهم ماما كتبيع لي حوايج ضحكيت ما دلويد شو الضحكي هذا ضحك هذا سير تخراي فصحتي اش الناس اقسم لك يمين التقفاتي وحق لي هادشي بزاف ودينا وضع اجي تشوف مالي يا اخوات مالي يدك بعد مالا مالي يدك مالي يا اخوات وما ويلي شوف هو قوالو شو حط عليا بلغة خليها لي انا فيزا الله يعطيني العمى تا غتقفايا من عندي اقسم لك يمينا بعدي مني يا فيزا كنحتايهم ولاد الطيب خليتيهم ليا واقفين هكا كيقيسوا ليا في حوايجي كيديروا فيهم الريكلام وش من نيتك ولا مالك لا حول ولا قوه الا بالله صافي كل دخل عنده قول له اسمح لي اخويا شو قول له تا هو تيدير ليا
شو كان ديرك فنزلك حوايجك ما تجهلنيش حيدي الكاميرا شي تسال والله تبسال و شي ما غيتحط حوايجي يشوفهم كيتباعوا في السوق يلاه ما غيتحطش حوايجي تباعوا في السوق حوايجي مالو مانا من البار بزاف عليك حوايجي سيري عند خوك وقول له اسمح لي بزاف عليك نجي لعند ما نجي لعند صافي صافي الله يسامح الله يسامح ها هي ها هي غادي تقول لي اسمح لي عشان قلت له كيدير لي دخل لي الكلاب هنايا ودار لي المصائب مالو قال لي ما نزلك حوايج تديهم تبيعوا ولا تديهم كنقول لهم السلام علي وعلو بالاحترام ويلي عطاني 400 درهم مسكين دابا كيتساني 400 نديهم ليه هذوك جوج بياسات بعدا عطاني هزتيكو منيتو باغي يديه شوف شوف هذوك جوج بياسات نديهم ليه باش نقول لك ماما قولها تسكت ماما قولها تسكت انا معصب قولها تسكت تهنيني فين هذوك بياسات الله يتنشوف هاد الغواد ديالك ماما غادي تسيني وسير عندو اجي تشوفها اجي تشوف شنو غادي ما حسبتش انا مع مالي الدم هادو اللي اختار اجي عليا ماما بقى بغداني بقى بغداني اي ولا لا بغداني كنضحك واش كنضحك شنو هي واش كنضحك شنو هي واش كنضحك هذا ماشي ضحك هذه مساله هذه اقسم لك يمينه تقفيتي شوفي ملي وصلت انا حوايجي تديهم تبيعيهم حط له حوايجك الحمد لله اللي دابا ما خرجت لك واش حماقيتي ولا تسطيتي صافي ما خرجتش واش في واحد يدير هادشي الحمد لله ما خرجتش شنو صافي لا حول ولا قوة الا بالله وما قلب ما عرفتو مقلبة لي حمار شفت كهز الكاميرا هي دوز الكاميرا ماشي مقلب حشومة شفناها كتصور ما تيداش هادي واش خدمة نتاعك تهزي لي حوايج كلشي يضحك عليك العالم تبيعهم ليا واش نستاهل 260 ريال لا 200 ريال 10 درهم دابا حتى كتسوى 10 درهم بالحوايج بابا كضحك بابا لا تضحك على التبهديله ديال حوايجك هبط حتى ل 10 درهم ما تبقاش دابا ما تبقاش تفلع علينا لا مارك انا شريت لا مارك لا مارك ب 10 درهم او دابا اش نقول لك درت فيك درت فيك و استسلم الا استسلمتي انا نقسم لك يمين خوتي انا اصلا باقي كنفكر ليها حيت بقات عندها انا باقي ما دات ليها والو اخي مقلب هي اللي دارتو هكا تشوفوا هي دارتو صبغت لي الشعر ديتو بحال هكا وداكشي علاش دغيا كحلتي ما درت شي حاجه لي وزادت عاوتاني بحوايجي شاهدين لا درت شي حاجه وصلني شي ميساج من عند شي واحد قال لي قفاتيها مع اختك راه مبلوكي من الاخر حيت هي الا درت ليها شي حاجه ما تلومونيش بلا تحفظ ما بيزوني ما تنساوش ديالنا تكمل مليون ديال لي زابوني باش نديرو احسن والله يدي زابوني على هذا المقلب الحار احسن حفله والله يحفظكم ويجيكم مازال انتقامات هذا المقلب كيف قلت لكم باش نذكركم به كان من واحد من لي فان ديالنا في اللايف قالوا لي وانا عجبني الفكره وطبقتها كيف ما تقالت وزدت عليها شي حوايجات والله يحفظكم ليا وينجيكم وتبارك الله عليكم وسموحات يا سموحات وسموحات يلا سموحات سموحات يلا على وجهي وسموحات شي تاخر فيديو كنسامحك انايا يلا زيد بوسي يا كيبقى حوايجك ميتي كنضحك يلا اخوتي تهلاوني في راسكم باي باي عليكم ان شاء الله فيديو الجاي اخوتي